مشاهدينا، معنا اليوم الأستاذة سعاد عثمان يافعي، أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة عدن ورئيس جمعية المرأة العدنية. أهلا ومرحبا بك أستاذة. أهلا بداية وسهلا. أستاذة، لو تحدثينا بصورة مختصرة عن الأستاذة سعاد عثمان. أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة أني في هذه القناة اللي أحبها بصراحة، قناة بلقيس. نشكرك أيضا لتلبية الدعوة. إني أعطيكم لمحة بسيطة عن عملي في كلية الاقتصاد منذ تأسيسه. يعني إحنا كنا 3 معيدين مع مجموعة أساتذة روس مترجم، وفي نفس الوقت معيدين نمسك القاعات. هذه كانت في فترة تأسيس الكلية في بداية السبعينات، وحين قبل ما نسافر في الدكتوراه تم انتخابي من قبل مجموعة من الزملاء كرئيسة قسم الاقتصاد، وكنت تقريبا أنا أول امرأة في كليتنا تمسك رئاسة قسم الاقتصاد، وكان فخر لي أنه زملائي وضعوا ثقتهم فيه رغم أني أنا أقل كفاءة منهم. والحمد لله يعني أثبتت الأيام أن احنا لا بأس فينا كنساء، وتحملنا هذه المسؤولية إلى أن غادرنا للدراسة العليا ثم عدنا بعد ذلك. ليس فقط لا بأس، يعني المرأة هي تستطيع أن تمسك أي مجال. لا، واحد ما يكونش يعني يتكلم عن حاجات كنا في بداية حياتنا عد احنا شبات نشاط كبير، بس في ناس كان عندهم خبرة أكثر، لكن هم بصراحة كانوا يريدوا أن احنا نتحمل مسؤولية من البداية، فهذه كان عززت الثقة فينا أكثر وحملتنا هذه المسؤولية بشكل أعمق. الحمد لله يعني برضه تم انتخابي كرئيسة قسم، وهذا شرف لي كبير جدا انه زملائي انتخبوني كرئيسة قسم للاقتصاد، هذا اللي يعني اتلق صدري وزاد الثقة فيي في انه يجب انه يكون هذا القسم القسم الاساسي اللي تأسس في هذه الكلية، والى جانب قسم المحاسبة اللي فيه برضه زميلات رائعات جدا كالدكتورة صباح شرف وغيرها. والحمد لله طبعا بعد ذلك انتقلنا، توسعت الكلية، لم تكن مقصورة على قسمين، انتقلنا إلى 4 أقسام، تأسس إلى جانب قسم المحاسبة وقسم الاقتصاد قسم الإحصاء وقسم أيضا الإدارة. نعم أستاذة، قادتك الأيام من العمل الأكاديمي إلى رئيسة جمعية المرأة العدنية، هذه الجمعية ما هي نشاطاتها؟ ما هي الخدمات التي تقدمها للمرأة العدنية في عدن؟ في بداية الوحدة نحن لاحظنا أنه النساء يعني نتيجة للخصخصة، نتيجة لأسباب كثيرة تدهورت مستوى معيشتهن. هذه لفتت انتباهنا بحكم معايشتنا لأسر كثيرة جدا، فقلنا ليش نحن ما نساعدهم؟ في تلك الفترة تم تأسيس مشروع في تابع للصندوق الاجتماعي، وهذا الصندوق في هذا المجموع كان هدفه أنه يتم تأهيل مجموعة من السيدات اللي ممكن بعد ذلك يأسسوا جمعيات تقوم بإقراض النساء وإقامة مشاريع صغيرة لهم. نحن طبعا الحمد لله، واحد يقول حقيقة أنه الصندوق في تلك الفترة مدلنا نحن يد العون، وحين برضو تم تشكيل يعني في عام 2000 تم تأسيس جمعيتنا. نحن هذه الجمعية دخلنا يعني كل واحدة تسلم مبلغ، إلى أن وصل مبلغنا نحن للكلية من بدون الجمعية يعني نساء الجمعيات مبالغ بلغت 800,000. كنا بالنسبة لنا 800,000 نعتبره يعني حاجة أبنورمال بالنسبة لنا، لأنه ما حد كان عنده هذه المبالغ. ففي بعض السيدات يعني ما حبوش يواصلوا وخرجوا، بقى رأس مالنا 600,000. استطعنا ان احنا خلال هذه الفترة في 600,000 دي البسيطة ان احنا نقرض مجموعة اسر. كنا طبعا نجي يجوا يقدموا لنا ايش هو المشروع اللي بيقدموا لنا، يجلسوا معهم الفتيات حقنا اللي تم تأهيلهم، كيف نحن نعد مشروع وكيف نحن ممكن نقيمه وكيف نحن ممكن نساعدهم في انهم يقيموا مشروعهم ومخاص فيهم، وكيف بعدين يقدموا لنا القروض هذه يعني يسددوا قروضهم
بفترات زمنية معينة. يعني هي أشبه بجمعية لدعم المشروعات الصغيرة ولكنها تعنى بالمرأة. نعم، هي فقط كانت للمرأة في البداية، وكانت المبالغ اللي يطلبوها النساء مش كبيرة، يعني الحمد لله كنا نمشي أمورنا. وبعد كده الصندوق دعم نحن في البداية، صندوق الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي للتنمية قدم لنا في البداية دعم، بعدين صارت كده شوية خلافات، ونحن أصرينا إن احنا نستمر كنساء قادرات على إن احنا نتحرك ونعرف نحن مجتمعنا إيش احتياجاته. وبالفعل والحمد لله ساهمنا إلى حد كبير في إقامة مجموعة من المشاريع البسيطة جدا واللي دعمت أسر كثيرة جدا، ولا زلنا إلى الآن. يعني نحن بعض النساء لما طلبوا من نحن إن احنا نعمل لهم دورات تدريبية، نحن قلنا لهم بتساعدونا، نحن بنساعدكم، فهم دفعوا برضو مبالغ، ونحن قمنا جبنا بمربية وجبنا الأدوات حتى طبعا نشعرهم إنه مش كل حاجة ببلاش. حاجة البلاش يعني تجيب على المثل الشعبي تجيب العمى والطراش، فيعني لأن دفعت فيها تشعر إنه دي حاجة بتستفيد منه. فبناء على رغبتهم عملنا لهم دورة في كيفية الحفاظ على المنتوجات البسيطة اللي تجوا في البيت، يعني رز زاد كيف نحن ممكن نحوله إلى حلوى، المعجنات كيف نحن ممكن نعمل منها حاجة، البرتقال والليمون كيف نحن ممكن يعني نعمل عشار ونعمل كمان جام، وهذه استفادوا منها إلى حد كبير جدا. وبعد ذلك دخلنا في دورة أخرى ودورة قصيرة جدا في مجال الخياطة. وبعدين جت طبعا ظروف، الآن نحن شبه مجمدين. نعم، هذا السؤال الذي كنت يعني سأتيك به، كيف أثرت الحرب الأخيرة على الجمعية؟ مش بس الحرب الأخيرة، حتى قبلها وكذلك على الأستاذة سعاد يعني بشكل شخصي. نحن كلنا تأثرنا في الحرب، ما فيش أسرة في عدن ما تأثرتش، في أسر فقدت عائلة، لكن في أسر بالفعل يعني عانت معاناة كثيرة جدا، خاصة في كريتر اللي مات من حمضنك واللي مات من الحرب، والأسر اللي تم يعني أني أستغرب أنتم كقناصة إيش تضربوا امرأة وطفل بالشارع؟ إيش عمل لكم المرأة والطفل؟ إيش تضربوا طفل من نافذة يخرج؟ يعني كانت فضائع، شوفي في كريتر فضائع ما بعد فضائع، وكثير من الأسر دمرت أحوالها يعني بشكل لا يحمد عقباه. ونحن بالنسبة لنا كل نشاطاتنا تجمدت، ما عندنا أي نشاط بصراحة. أنا هنا كمان أود أن أشير إلى أن الشابات رفعوا رأسنا فوق، ونحن طبعا كنا ندعمهم بالمعرفة وبأشياء بسيطة جدا، لكن هم من نزلوا الميدان، وهم من وزعوا معونات، وهم من قدموا يعني إسعافات أولية. يعني لولا هذول الشباب والشابات كانت ممكن الأمور بتكون أسوأ من هذا الجانب. صحيح، ذكرتي سابقا أن الجمعية حاليا هي تقريبا مجمدة، ما هي جهودكم ومساعيكم لإعادة تفعيل العمل فيها؟ في شهر شعبان تقريبا بدأت فكرة يعني تمر في ليش نحن الناس اليتامى، الناس اللي محتاجين منعينهمش بحاجات، نحن إمكانياتنا بسيطة لكن ممكن نسأل أهل الخير. فقلنا نحن بنسارع ب يعني الناس اللي ما يحتاجوش ملابس، أولادهم كبروا ما يحتاجوا، ليش نحن ما ناخدش منهم ونوزع مرة ثانية للفقراء اللي محتاجين. وبالفعل حصلنا يعني دعم من كثير من الأسر جابت لنا، وإن شاء الله نحن نعمل على تنظيف هذه الملابس، وبعدين كي وعمل كده بشكل أنيق نعطيها إن شاء الله نوزعه مشان يفرح فيه بالطفل اليتيم، الطفل الفقير، الطفل اللي فقد عائله. هذه بتشكل يعني نقلة نوعية للجمعية إنها تساهم في شيء بسيط جدا للمجتمع. أستاذة سعاد، هل أنت راضية عن مستوى المرأة العدنية اليوم؟ يعني فيما مضى كانت هناك مخرجات كثيرة لنساء مثل حضرتكم، يعني تقلدوا مناصب وكذلك كانت لهم إنجازاتهم من الناحية الأكاديمية والسياسية وغيرها، لكن الآن نحن نلاحظ تدهور في مستوى المرأة العدنية. أنت كيف ترين الآن وضع المرأة العدنية؟ حرام نقول تدهور، المرأة ظلمت في عدن. نحن كان عندنا حرية كاملة،
كان معانا قانون اسمه قانون الأسرة. هذا القانون كان دعم لنا كنساء في عدن، كان يحمي كثير من حقوقنا كنساء. وجانب آخر أنه أيضا نحن لا ننسى فضل الحزب الاشتراكي في دعمه للمرأة حينه. قانون الأسرة هذا كان يعني عن إيش يتكلم؟ قانون الأسرة يتكلم عن الحياة الأسرية، متى يمكن أنه للزوج أنه يطلق، متى يحق له، مش متى يمكن، متى يحق له. كانت في حقوق واضحة ونصوص واضحة شرعية أنه لا يمكن أنه يتزوج واحدة ثانية إلا إذا واحد اثنين ثلاثة. هذه كانت إلى حد ما المرأة لما تشعر أنها مستقرة في بيتها تستطيع أن تنجب، تستطيع أن تنجب وتستطيع أن تهتم بأطفالها وتستطيع أن تقدم الكثير أيضا. بعد الوحدة للأسف الشديد المرأة عانت في جانبين. كانت كثير من نساء عدن يعملن في مؤسسات، هذه المؤسسات تم خصخصتها، وأن يعمل دراسة عن الخصخصة في هذا الجانب. دراسة قدمت من قبل الأمم المتحدة في جنيف، ونزلنا وجلسنا مع النساء وبالفعل كتبنا إيش الأشياء اللي ممكن تخرجهم من هذه القوقعة. يعني نساء مهندسات، فنيات، طبيبات، يعني خريجات معاهد، فجأة يعني أوقفوا قصوا في بيوتكم. هذه المؤسسات انتهت، هذه شكلت صدمة كبيرة جدا على نساء عدن بالذات. وأيضا يعني طبعا أجبروا بعضهم عمرهم 25 سنة على المعاش، الإحالة إلى المعاش. فتخيلي امرأة تحال المعاش بخمسة ألف، إيش دي بتغطيها من مصاريف؟ إيش تتوقعي منها إنها بتعمل؟ في كثير منهم حاولوا إنهم يوقفوا أمام هذه الظاهرة، حاولوا إنهم يعملوا مشاريع صغيرة، باعوا ذهبهم مشان يعملوا شيبس ومش عارفة إيش وبطاطا ولا مش عارف وسمبوسة لكن مش هذه كل شيء. كانت لفتة الدولة للأسف الشديد مش في محله، مقصرة، مقصرة كثير جدا. المستوى الذي تطمح له الأستاذة سعاد ما هو؟ والله أطمح إنه تخرج المرأة وراسها مرفوع، وإني قادرة على إن تقول لهم أني سند آخر للرجل في تربية الأولاد وفي تحسين وضعية منزلنا، وإن إحنا نكون كيان قوي، لنا كلمتنا، لنا كياننا. هنا هذه بالفعل بكل حالة يعني مردود كبير جدا. لكن أني أشوف يعني في إطار طبعا علاقاتي بالنساء إنه كثير من النساء يعني اليأس لا زال يعني أشعش عليهم للأسف الشديد. هذه تشتي يعني دعم قوي من الدولة في إن تنتشل هذه الوضعية من النساء، ودعم قوي أيضا من مؤسسات التابعة للنساء بما فيهم على رأسهم اتحاد نساء اليمن. كيف ترين المستقبل بالنسبة للمرأة العدنية؟ والله نطمح إنه يكون المستقبل وردي، لكن مكانه بيضر رمادي حتى طبعا تستتب الأمور العديدة في حياتنا. جانب آخر اشتي أقول هنا إنه شوفي عدد الفتيات الآن في المستوى الجامعي ازداد، وأعداده أكثر بكثير يعني من ما كان عليه من سابق. هذا يعطينا احنا بارقة أمل في إنه المستقبل بيكون أفضل إذا بالفعل الفتيات أنفسهن شعرنا بأهمية ذلك، لأنه التعليم هو أساس الحياة. إذا تحسن التعليم وإذا استمر هذه في التحسن في النهوض بتستمر حياتهم إلى الأفضل إن شاء الله. عودة إلى تخصص الأكاديمي أستاذة، أنت باعتبارك أستاذة في كلية الاقتصاد جامعة عدن، كيف ترين الوضع الاقتصادي الآن خاصة بعد أن هذه البلاد خرجت من حرب؟ للأسف الشديد الآن الاقتصاد غير واضح المعالم عندنا، تشوف الزيادة غير طبيعية في الأسعار، نشوف تضخم، نشوف إنه عملتنا متدهورة مقابل الدولار، يعني من 215 إلى الآن 300، يعني حاجة عجيبة عمرها ما حصلت عندنا. وضع استثنائي، لكن هذا ما يعنيش ان احنا نيأس، لابد ان احنا نقاوم، وان شاء الله ان شاء الله الفرق بيكون قريب، وان شاء الله الامور السياسيه بتتحسن. اذا تحسنت الامور السياسيه بينعكس كله ايجابا على الشعب اليمني ان شاء الله. استاذه سعاد عثمان يافعي، رئيس جمعيه المراه العدنيه في عدن، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا، فرصه سعيده. إذا لم تضف إلى الحياة ستكون عبئاً عليها، وعلينا جميعاً أن نترك بصمة لا تمحى قبل أن نترك هذه الدنيا.